استطاع معرض سيتيسكيب البحرين 2022 أن يجمع نخبة من مطوري العقارات والمستثمرين من كبريات الشركات العالمية العقارية التي وجدت في مملكة البحرين ملاذا آمنا للاستثمار بفض التشريعات والأنظمة التي جعلت منها الوجهة التنافسية في سوق العقارات. معرض سيتيسكيب الذي يسدل الستار اليوم على نسخته الأولى استطاع أن يحقق نجاحا باهرا بفضل ما قدمه من فرص واعدة ومزايا استثمارية متنوعة ستساهم بالفعل في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية. شهدت مملكة البحرين تطورا كبيرا في القطاع العقاري بفضل المناخ الاستثماري الجاذب الذي وفرته في معرض سيتيسكيب البحرين 2022، حيث ازدهر المعرض بفرصه الواعدة والمتنوعة، حيث أتاح الفرص تحت سقف واحد للشركات والمستثمرين ليستفيدوا بذلك من المزايا التنافسية التي أتاحها المعرض. لله الحمد، المشي العقاري في البحرين اليوم طيب جدا، المعدلات فوق المتوقع، وكل هذه بفضل رب العالمين، بفضل الخطة الوطنية للتعافي اللي أسهمت بشكل كبير في التعافي الاقتصادي، والقطاع العقاري جزء منه. وإحنا اليوم نشهد هذه الحدث العالمي في مملكة البحرين اللي يخص العقار، ولأول مرة نحصل معرض بهذا الزخم، وطبعا كله بفضل سيدي صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد وتشريفه لنا بالحضور، وهذا الشيء أعطى زخم كبير للمشاركين والعارضين. طبعا التقاء الشركات العقارية في مكان واحد تحت سقف واحد يمهد لشركات استراتيجية. أقدم أعمال مختلفة، مشاريع مختلفة اشتغلنا عليها الفترة الأخيرة، منها مشروع في بحرين هاربر، شقة فخمة، عندنا تصميم منفذ. في نفس الوقت احنا قاعدين نشتغل الحين نسوق حق 360 الفيرتشوال تور، اللي يخلي الواحد وهو في بيته في مكانه يحس ويستشعر المكان من الواقع. مملكة البحرين لم تدخر جهدا في توفير البنية التحتية المتطورة والمقومات اللوجستية لتعزيز تنافسية المملكة كموقع جاذب للاستثمارات بأنواعها المختلفة، إلى جانب القوانين والأنظمة القوية التي جعلت منها الوجهة التنافسية في سوق العقارات العالمية، وهو ما انعكس إيجابا على هذا القطاع. أخبر أن سوق البحرين سوق دائما حاضن آمن، ملاذ جدا ممتاز إلى الاستثمار في مجال العقار. يتمتع سوق البحرين بالعرض والطلب قوي دائما، دائما سوق البحرين يضخ طلب سواء على المستوى المحلي أو المستوى الخارجي أو للاستثمارات الأجنبية. التشريعات الجديدة اللي حطتها حكومة مملكة البحرين عطى انطباع جيد على التطور العقاري في البحرين، ولاحظنا هاي السنتين الثلاث الأخريتين ما شاء الله يعني وايد ممتاز التطور العقاري في البحرين بقيادة جلالة الملك. طبعا احنا من شركة إدامة حرصنا أن نكون متواجدين في مؤتمر سيتيسكيب والمعرض. أول شيء عندنا ثلاث مشاريع اليوم قاعدين نعرضها. المشروع الأكبر هو مشروع بلاج الجزائر، هي واجهة بحرية ضخمة. في نفس الوقت عارضين بعد فندق جميرة، والمشروع الثالث اللي احنا عارضينه هو فندق في حوار، جزيرة حوار، وهو فندق بيكون مدار من شركة فرنسية تحت مسمى مانتس. معرض سيتيسكيب أثبت لنا بالمقام الأول وللمستثمرين اللي مهتمين بالسوق البحريني أن البحرين بيئة مناسبة وخصبة للاستثمار. هذه الحركة الإيجابية والتطور في القطاع العقاري يؤكد على السير بالاتجاه الصحيح بكل شفافية وعلى أسس محكمة، والتي جاءت بفضل التسهيلات والدعم اللامحدود من قبل جلالة الملك المعظم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ما أسهم بشكل مباشر في إبراز الصورة الحضارية والمشرقة لمملكة البحرين. مشهد حي لأكبر المعارض العقارية في العالم سيتيسكيب، ومشاركة واسعة من قبل كبرى الشركات العقارية على أرض مملكة البحرين، ما يؤكد على تطور الأنظمة والقوانين والتشريعات، كون مملكة البحرين أفضل الأسواق العقارية على مستوى الخليج والشرق الأوسط والعالم، وأكثرها أمانا واستقرارا. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.